والله شوف، لما نتكلم من الناحيه التقنيه التكتيكيه لهذه المباراه، نقدر نتكلم وننوه على واحد الشيء تري امبورطون. المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي يمتازان بمرونه تكتيكيه ممتازه للطاقم الفني واللاعبين. مثلا المنتخب الارجنتيني كيف فاجأ المنتخب الهولندي؟ هل تعلم الاخ عماد انه المنتخب الارجنتيني ضد المنتخب الهولندي لم يلعب بالطريقه المعتاده؟ لم يلعب بالطريقه المعتاده، غير طريقه لعب كلية ضد المنتخب الهولندي. كان يصنع اللعب بثلاث لاعبين ولا يلعب باربع مدافعين، غير طريقه لعب ونجحت. لماذا؟ لانه المدرب الارجنتيني غرس هذيك الفلسفه تاعو في لاعبيه. تلقاو هدفين، غرس هذيك الفلسفه تاعو في سجلوا هدف. اكزاكتومون. علاه؟ كيف تم غرس هذيك الفلسفه تاعو؟ غرسها في اللاعبين. علاه حبيت نتكلم الكلام هذا؟ لانه شوف المده اللي خدم معاهم، خدم مده طويله المدرب سكالوني. في حين مثلا لما نهضروا على المنتخب المغربي، لما غير طريقه اللعب تاعو والسيستم دو جو تاعو ضد المنتخب الفرنسي في بدايه المباراه قبل ان يصاب اللاعب سايس، لعبوا بان سيستم تاع 5 3 2 ولا 5 4 1. لما غيروا اللعب راحوا لهم لي روبير، راحوا لهم ليروب، لانه ما كانش مده طويله تاع المدرب ركراكي مع المنتخب المغربي. لكن المنتخب الارجنتيني قدر انه يغرس تلك الفلسفه بان سيستم دو جو مغاير عده مرات، يقدر يلعب في 4 5 6 سيستم دو جو. نفس الشيء بالمنتخب الفرنسي، علاه قلت لك راه متوازيه؟ لان المنتخب الفرنسي ايضا ضد المنتخب المغربي غير طريقه لاعبه ونجحت. هذا الشيء. الشيء الاخر اللي نقدروا نتكلموا عليه من الناحيه التقنيه تاع اللاعبين، فرديا يمتازوا بفرديات كلا الفريقين. الدليل على ذلك المنتخب الفرنسي لما سجل الهدف ضد المنتخب المغربي، كان هناك تفوق عددي على مبابي بخمس لاعبين، لكنه تفوق عليهم. ما تقدرش تسمع كلمة تفوق عددي ضد المنتخب الفرنسي. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللي لازم نتكلموا عليه، لما الأخ عماد تحب تفوز على فريق مثلا، أنك تعزل أحسن لاعب تاعه مثلا. لما مثلا المنتخب البولندي او المنتخب البولندي مثلا، لما تقدر تحب تفوز عليه تعزل له ليفاندوفسكي. المنتخب تعزل ليفاندوفسكي واللي مره اللي مره اكزاكتومون تعزل مركز التكوين التمويل مركز التمويل لذلك اللاعب. لكن المنتخب الفرنسي تعزل مبابي، ها واش كنت نقول لعيبه؟ ايه اكزاكتومون، في نفس الفكره تاعك. غريزمان، ديمبيلي، تعزل غريزمان يخرج لك مبابي، ديمبيلي، تعزل مبابي يخرج لك شواميني، تعزل شواميني يخرج لك ديمبيلي. كي تعزل هذو كامل يخرج لك جيرو، رغم انه شفتو ماهوش ان تري بون تكنيسيان، مسجل اربع اهداف، مي مسجل يسجل. دونك المنتخب الفرنسي صعب انك تعزل لاعبيه او تبني ان سيستيم دو جو باه تعزل لاعبين او تبعدهم على المرمى، صعب جدا لانهم يمتازوا بفرديات. تسمى المنتخب الفرنسي فيه الانضباط التكتيكي، المرونه التكتيكيه، يقدروا يبدلوا سيستيم دو جو في اي لحظه من لحظات المباراه، وزيد لها تقنيه اللاعبين.